مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أحد أكبر الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء. كيفما كتشوفوا معنا استنفار أمني كبير ووقفة احتجاجية أخرى للسائقين المهنيين للسيارات الأجرة الكبيرة، مرة أخرى يطالبون انهم يرجعوا يخدموا بشكل طبيعي وبعدة اشياء. احتجاجات كثيرة قاموا بها السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الكبيرة، وخصوصا في زمن كورونا. اختناق مروري كبير بسبب الوقفة الاحتجاجية اللي كيقوموا بها سائقي سيارات الأجرة الكبيرة. يتم الآن رفع إحدى اللافتات في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كتلخص ربما سبب الاحتجاج. هذه اللافتة اللي كتلخص ربما سبب الاحتجاج أو هذه الوقفة اللي كيقوموا بها، ارتفاع أسعار الوقود. على الصوت على الصوت على الصوت على الصوت على الصوت وهي
Thank you.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عبد الرحيم مراري، كاتب عام جوي الضابط ستات، ممتلك قطعه الاجره. احنا في هذه وقفه احتجاجيه كيف ما كتشوفوا، وقفه احتجاجيه انذاريه، ما هي الا انذاريه، مقبلين على وقفه احتجاجيه ربما تصعيد فيها اكثر من هذا الشيء. الوقفه احتجاجيه كيف ما كتشوفوا، عدم تلبيه مطالب السائق المهنيين والنقابات كذلك. في الحوار السابق اللي كان مع والي جهه بصدد يعني نقطه انطلاقه ما بين بعض المدن، كتعرفوا بان الدار البيضاء ستات يعني فيها عده مدن، يعني ممثل قطاع سيادة الأجرة متضررين بهذا الشأن هذا في قطاع العلاقة، و40 سيارة باقي عندنا المشكل، هو منهزوم هنا ونحطوه هنا، باقي عندنا المشكل، باقي عندنا المشكل قائم بحيث الدار البيضاء مع بعض المدن كذلك، بحيث ملي كنمشيو حنا لمدينة أخرى كيدخلونا في شهر ديال الفوريان، والقرار ما كيطبقش في الدار البيضاء كيطبق في بعض المدن، وحنا كنطالبوا تبعي القرار يعني على المدن المجاورة لمدينة الدار البيضاء كذلك. حتى هو نفس القرار باش يكون القرار كينصفنا وكينصف الجميع، ما حنا بعد ما بغيناش التعايش بغينا القرار يطبق على الجميع. هذا هو اللي كنشكروا منبر شوف تي في اللي دائما يكون معنا الامور. واحد السؤال اللي غنسولك، مثلا هذه الوقفات الاحتجاجيه ما كتشوفوش انكم مثلا تتخنقوا المرور، انكم كديروا واحد العرقله على السير، كانت تقدر تكون مثلا في شي بلاصه اللي ما غاديش تعرقلوا فيها السير؟ شكرا على هذا السؤال، تحيه كبيره. بالنسبه للوقفه الاحتجاجيه احنا كنقابه الدستور كيخولنا نوقفوا، يعني الحمد لله بالتصاريح ديالنا بمزايل ديالنا، كتعرفوا ان ولايه الجهه كتمنع انك تخرجوا لهذ الجهه، ولكن هذا ما كيمنعش علينا نوقفوا اي بلاصه متضررين فيها. هذا الشارع رئيسي، هذا الشارع رئيسي هو اللي كنشطوا فيه كثير على مستوى مدينه برشيد ومدينه ستات كذلك، وهذا هو اللي عندنا فيه المشكل، هو اللي فيه خروقات كثيره. داكشي حنا كنوجدوا دائما ميساج ديالنا على منطقه الفيده درب السلطان، حنا ما كنعرقلوش السير، حنا واقفين بالنظام كيف ما كتشوفوا، الحمد لله السير والجو السير غادي مار، ما كاينش مشكل، حنا واقفين منظمين الحمد لله محضرين. واحد النقطه غادي احنا نساليو هذا الشارع الرئيسي ما خصوش يكون هو الشارع اللي معني بالامر، هو الشارع هو اللي معني بالامر. انا كنجاوبك على السؤال ديال الشارع، الناس اللي قاوية قال لي ما تدوش، جايب لهم بلايص من برشيد من سطات كينزلوهم اللي دخلوا الفوريان، هذا فين كاين؟ ما عمرها كانت في التاريخ هذه، انا عندي 40 عام في الحرفة، ما عمرها كانت، ودخلك الفوريان شهر، بالله عليك هذا الطاكسي اللي كيدخل شهر ديال الايام، شكون هذا السيد اللي وافق عليه الله يجازيه بخير؟ واحد من الضحايا كيخل هاوا شهر مسكين هاوا، الشهر البارح اتفقوا معاهم على انهم يديروا معاهم شي هذا. وبالنسبه لهذه الوقفه هذه الرابع مره، والناس المسؤولين ديالنا كيمشيو عند الوالي كيقول لهم غدا بعد غدا، والي الجهه قال لهم غادي نطرحوا على الوالي الدار البيضاء باش يديروا واحد الحل وسط، اما هذا الشهر واما هذا الشيء يكون على كل شيء واما يحيدوا على كل شيء. وليكون على كل شيء، حنا كنطالبوا به باش يديروا لنا، حنا كما داروا يحيدوا علينا على كل شيء ولا يديروا على كل شيء. هذا هو، نعطي الكلمه للاخ ديالنا. هاك اخويا اخطي السلام عليكم، بسم الله، معكم الاخ ابراهيم مخلص، الكاتب العام لقطاع النقل للقوه النقابيه لجهه الدار البيضاء سطات. انا كندخل في هذا الموقف هذا، انا من الناس الموقعين على البلاغ ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه. اذا حنا عشنا مشاكل مع الجهه ديال الدار البيضاء، حنا ما عندناش غير مشكل مع برشيد او مع الدروه، عندنا مع الشلالات، عندنا مع الهراويين، يعني كاع الجهات ديال الدار البيضاء ولات عندنا معاهم مشاكل، فهمتي؟ هاد الناس ديال الجهات وصلوا ما تجيبش، فهمني؟ انا غنكمل غنوضح لك الامور اذا عطيتيني واحد شويه ديال الصبر. حنا عندنا هاد الجهات هادو عندهم رخص محددين لهم الخطوط، عندهم خطوط محدده من الى، حنا الرخصه ديال العماله الدار البيضاء عند جميع الاتجاهات، عندها الحق تمشي لجميع الاتجاهات، يعني بدون عرقله من طرف اي جهه.
إذن حنا كاين لوبيات هنا، لوبيات، وبلا ما أنني نذكر أسماء، كاين لوبيات من بعض الهيئات النقابية اللي كيمثلوا هاد الجهات، ها عندهم وسيلة، يعني كياخذوا هاد الفوريات اللي كيدخلوا سيارة الأجرة المحجز 31 يوم ديال عمالة الدار البيضاء، يعني سيارة الأجرة ديال الدار البيضاء كتمشي للمرشيد إلى هزات بلاصة أو لا غير دايز غير يعني هو جاي من مراكش كيحبس جاي من مراكش هاز العائلة ديالو كيدخلوه تما شهر ونهار ولو يكون هاز العائلة ديالو. إذن حنا ولينا في دولة، حنا في دولة ديال الاستعمارية على هذا الحساب هذا، ما بقاش عندنا، يعني حنا دولة وحدة، دولة المغرب، ما خصناش حنا نبداو نقطعوا الأرزاق ديال سائقين سيارة الأجرة، يعني كل جهة تاخذ قرار كيخصها هي وكتضر جهة أخرى، لهذا حنا كنرفضوا هذا القرار هذا، وكنطالبوا بأن هذا القرار يتم التغيير ديالو في أقرب وقت وعلى جميع الجهات، يعني تكون مخالفة ديال 150 درهم جزافية بلا شهر ونهار، لأن شهر ونهار راه كيدخلوا أنهم في تفقير صاحب السيارة الأجرة وذلك السائق، يعني كيسبوا ليه في معاناة اجتماعية ونفسية بهذا القرار اللي هو مجحف حق قطاع سيارة الأجرة لعمالة الدار البيضاء. وشكرا. السلام عليكم، تحية نضالية للإخوان. أختي أنا واحد من الضحايا اللي دخل الفورير، ميمكنش خاصو يكون لا الطاكسي، لأن الطاكسي ماشي نقل سري باش غندخلو الفورير، لأن الطاكسي عنده الوثائق ديالو، عنده شلة مسائل ديالو. حصل الطاكسي خلاص مخالفة ديال 150 درهم ماشي مشكل، ولكن باش غيدخل الطاكسي للفورير شهر راه واعر عليه الحال بزاف. أحيا للشيفور ديال الطاكسي، أنا مشيت لبرشيد أنا ووليداتي، شدوني تما تكرشوا عليا، ضربوا لي مرتي، ضربوني أنا ووليداتي، ذاك ما عندي لا بليس لا والو، وتكرشوا عليا أنا ومرتي، سد مرتي حتى طاحت. الطاكسي ديال برشيد، وملي مشيت لعند البوليس قلت لهم ودي أنت مرتي كتبكي، قال لي خويا سير منك اليوم، سير بحالاتك. المشكل عندكم مع الطاكسيات بعضياتكم. مع الطاكسيات، شدوني تكرشوا علي أنا ووليدي، ما هي ستة بلاصة، علاش؟ ما عنديش حق، يعني ما عنديش حق نمشي برشيد، مشيت انا وولادي عندي غارات تما انا وولادي، شدوني تكرشوا علي انا وولادي ودفعوا مرتي تطاحت، وملي مشيت لعند الامن اش قالوا لي؟ سير اخوان منك اليوم، وتحيه لكم اسمع. ما تشافوش من عند الوالي، الوالي ما تقلبش. فراغ. ماشي من الطاكسيات. السلام عليكم. فاكي محمد سائق سيارة أجرة كبيرة، أنا كندير هاد الطريق هادي ديال الدار البيضاء سطات. الغريب في الأمر هو فاش كنجيو لبرشيد كنكونوا جايبين البلايص من سطات ولا من مراكش ولا منين ما جايين، الوقيتة اللي كنجيو نوصلوا لبرشيد كيدخلوا الطاكسي للفوريان. ملي كنهضروا مع البوليس كنقول لهم أودي حنا راه جاي، أنا جاي عامر من سطات، أنا داير تعايش مع سطات، جاي هما صحاب الطاكسيات، إلا بغاو يحقروا عليك ويدخلوك، واخا تكون خاوي تدخل، حنا بغينا نعرفوا المشكل. المشكل مع بعضياتكم. ما بغاوش، هما ما باغينش هادشي، داخلين لنا 44 طوموبيل. كلشي يكونوا بحال بحال. داخلين لنا 44 طوموبيل اللي داخلة دابا، الدار البيضاء ما مدخلة. الله يحفظكم الوالدين. سمحوا لي، الله يفتح عليك. الله يجازيكم بخير، نضموا معنا شويه.